أهلا وسهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية. كربلاء لابد من معرفة سر وكينونة كربلاء. هل هي قطعة أرض عادية؟ لو روضة من رياض الجنة، لو أرض تحف بيها الطهر والقداسة من يوم خلقها الله تعالى. خلنا ناخذ كربلاء من ناحية المكان والزمان، وخلينا نشاهد هذا التقرير المصور ونرجع لكم. تعددت آراء المؤرخين والباحثين في اسم كربلاء، فمنهم من أرجع سبب التسمية إلى جذور سامية وآرامية وآشورية، ومنهم الأب أنستاس الكرملي الذي يرى أن أصل لفظة كربلاء من دمج كلمتي كرب وآل حرم الإله، وهي تسمية سامية، فالكرب بمعنى القرب بالبابلية، وآل بمعنى الإله عند الساميين. أما ياقوت الحموي فيرى أن اشتقاقها جاء من رخاوة في القدمين عند السير على أرضها، وكان رأيه اجتهادا شخصيا بلا دليل أو جذور تاريخية فلا يعتمد عليه. ويرى بعض الباحثين أن أصلها مشتق من كلمتي كربا إيلو، وهو مركب آشوري معناه قرب الإله أو بيت الرب، وهو قريب من رأي الأب أنستاس الكرملي. وقيل إنها منحوتة في تحليلها اللغوي من كلمتي كور بابل، وتعني مجموعة قرى بابلية قديمة محيطة ببابل، منها نينوى القريبة من سدة الهندية، ومنها الغاضرية وتسمى اليوم أراضي الحسينية، ومنها عقر بابل وهي تلال في منطقة الوند قرب منطقة الحسينية، ومنها النواويس وهي الآن قرب مرقد الحر الشهيد، وتعني هذه المنطقة قبور المسيحيين. وهذه القرى تقع على نهر يسمى بالأوكوباس، وهو نهر الفرات القديم، وقد أقيم على أرضها معبد للصلاة. كان البابليون يدفنون موتاهم حوله، كما عثر على قبور قديمة تعود إلى ما قبل الميلاد داخل أوان خزفية، وقبور أخرى بعد العهد المسيحي. وهذا الرأي يؤيده وجود ركام وأطلال وهضبات في شمال غرب المدينة القديمة على بعد عدة أميال منها باتجاه ضريح الحر الرياحي، لا تزال شاخصة تسمى القرطة والكمالية، ويقال بأنها كربلاء الأصلية. مرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، ونرحب بالدكتور ميثم نصر الله، فأهلا وسهلا به. أهلا وسهلا دكتور. سؤالنا الأول، نعم، اللي هو محور حلقتنا، ما سبب تسمية كربلاء؟ نعم، بالنسبة إلى مدينة كربلاء المقدسة هناك العديد من الأسماء، عشرات من الأسماء لهذه المدينة. أحيانا بعض الأسماء جاءت لتعطيها صفة يعني القداسة ويعني الطهارة، وأحيانا الأسماء هي تاريخية. مثلا على سبيل المثال من الأسماء التي يعني تعطي صفة القداسة، تمام، مثلا كرب إيل، وتعني كرب إيل يعني بيت الإله. وقد وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه المدينة قبل أن يرد يعني الإمام الحسين عليه السلام إليها بأنها ذكر ما نصه يقتل الحسين، يعني هذه العبارة هكذا، نعم، نعم، يقتل، نعم، الحسين في أرض بابل. دكتور إذا سمحت لي بمداخلة، نعم، نعم، يعني التسمية قبل الإسلام القصد. نعم، التسمية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من سماها رسول الله صلى الله عليه يعني وآله، ومن سماها الحسين من إجا قال هذه أرض كرب وبلاء. نعم، الحسين سأل عن هذه المنطقة فقال ما اسمها؟ قيل له إنها أرض كرب وبلاء. نعم، وكذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أطلق عليها هذه التسمية كربلاء. نعم، والمصادر عندنا مصادر آرامية، مثلا كربلاتو مثلا، مصادر كربلاتو، وين هذا المصدر؟ هذا المصدر موجود يعني في النصوص المسماريه القديمه. وين عثروا عليه بالضبط؟ يعني في بابل، في مدينه بابل. نعم. لان كربلاء فقيره بالنصوص المسماريه. يقال انه بكهوف الطار نفسها. نعم. مصدر بابل. نعم. هنا بهاي الكهوف. نعم. في كهوف الطار، في كهوف الطار المنقب. نعم. الياباني كوجي اثر نص منقب حديث هذا. نعم. اي تقريبا في السبعينات من القرن الماضي. بالضبط. اثر على نص مسماري يعود تاريخه للعصر البابلي الحديث، يعني في حدود تقريبا 500 قبل الميلاد. نعم. هذا النص يذكر تسميه هذه المنطقه يعني كربلاء، في كربلاتو يعني حسب اللهجه، حسب اللهجه البابليه. هاي معلومه ثمينه دكتور. اي نعم، هذا موجود في يعني في كهوف الطار التي يعني نجلس نحن بالقرب منها، بجوارها. نعم. نعم. سكان كربلاء، نعم، جذورهم التاريخيه قبل الاسلام. اريد يعني نعم معلوماتك عن هذه الفقرة. نعم. سكان كربلاء، كربلاء لم تكن مدينه على سبيل المثال ذات يعني مثلا حضاره مشهوره او معروفه كما يحال مدن اخرى، مثلا عندنا مدينه بابل او مدينه مثلا بورسبه، مدينه اشور، مدينه نينوى، وهكذا. يعني كربلاء كانت مجموعه من القرى دكتور الغاضريه. شويه اختلف وياك. نعم. بهذا المفهوم. نعم. كربلاء هي مركز الحضاره بالعالم، بوصله التاريخ. نعم. نعم. كربلاء بس شنو سكنها؟ نعم. مجموعه قرى. نعم. منتشره. لم تشهد كربلاء، لم تشهد نظاما سياسيا. نعم. من هالجانب تمام. نعم. كما تمام. مثلا كما كانت مثلا مدينه بابل او كما كانت مدينه سومر مثلا، لم تشهد نظاما سياسيا، و يعني نرى فيها مثلا من النصوص الكتابيه التي تذكر مثلا هناك. نعم. نعم. مجموعه من الملوك حكموا هذه المنطقه، او مجموعه من يعني الصناعات. بس عندي معلومه انه اكو نشاط سياسي في كربلاء، ما ادري توافقني بها لو لا. النساطر المسيحيين حينما ثاروا على الكنيسه الرومانيه البيزنطيه. نعم. واقاموا كنيسه الأقيصر أو الأقصير بمفهوم آخر. نعم. هذا نشاط سياسي، هاي ثورة، ويعني كربلاء تتوج بالإباء من يومها يعني لقداستها لأمر مستقبلي. نعم. لأمر أنه القادم إلها ذبيح الله مولانا أبي عبد الله الحسين. نعم. طبعا يعني ذكرت الإمام الحسين عليه السلام، هناك الكثير من يعني من الباحثين من يريد أن يضفي على كربلاء قدسية. نعم. مثلا بعضهم من يقول بأن شجرة أو نخلة مريم عليه السلام في كربلاء. نعم. سفينة نوح هبطت في كربلاء. نعم. ويعني أنا أقول مثلا كربلاء لا تحتاج إلى مزيد من القدسية. نعم. لم تؤكد المصادر التاريخية بأن سفينة نوح حطت في كربلاء، ولم تؤكد المصادر التاريخية بأن مريم عليه السلام المكانة القصية كان في كربلاء. فكربلاء لا تحتاج إلى مزيد. إذا سمحت لي مداخلة دكتور. لا تحتاج إلى مزيد من القدسية. الإمام الحسين وأبو الفضل العباس وشهداء واقعة الطاف. نعم. والسادة العلويين الذين يعني جاءوا ودفنوا. بس اسمح لي مداخلة دكتور. هؤلاء نعم، هؤلاء هم يعني يفون بالغرض. ايزابيلا بنيامين الدكتورة المسيحية الكاتبة المعروفة، شو تقول؟ ايش قالت؟ قالت المسلمين الشيعة لهم أحقية بالقول أن مريم مخاضها في كربلاء بدليل عقلي أنه بيت لحم ما بيها نخل، وبكربلاء أكو نخل ومكان آخر حتى غير كربلاء. اختارت 3 أماكن من ضمنها جامع براثة ببغداد، يعني إذن بالعراق بكربلاء أو جامع براثة كان مخاض مريم بدليل عقلي أنه ماكو نخيل ببيت لحم. يعني بلاد الشام، منطقة بلاد الشام مليئة مناطق بلاد الشام مليئة بالنخيل. ف يعني هذا رأي مسيحي منهم. لا نعطي نحن بدون مصدر موثوق، لا يمكن أن نقول بأن كربلاء كانت محطة لهؤلاء الطهر. يعني الانبياء ومريم عليه السلام. رايك محترم دكتور. فكربلاء هي مقدسه بوجود، يعني تقدست هذه الارض قديما. الله قدس هذه الارض قديما، ولكن يعني السبب في ذلك هو أن الإمام الحسين عليه السلام سيكون يعني الحد الفاصل بين ما سبق من كربلاء وبين ما يعني لحد يومنا هذا الإمام الحسين عليه السلام. دكتور سؤالنا هسه عن آثار كربلاء بصورة عامة، ما يحيط كربلاء داخل كربلاء القديمة ما قبل الإسلام. ما قبل الإسلام طبعا كربلاء يعني أيضا أنا يعني حتى ذكرتها في بعض الأماكن في بعض الملتقيات العلمية بأن كربلاء تفتقر إلى كثير من يعني الآثار. ولدينا مثلا مع ذلك لدينا مثلا على سبيل المثال من أبرز الآثار الموجودة التي قيلت بأنها هي تعود ما قبل الإسلام مثلا قصر الخيضر. قصر الخيضر يعني مثلا عندنا بعض الباحثين مثلا يعني بتروديلا فالا مثلا عندنا مصطفى جواد يذكر بأنها تعود إلى عصر ما قبل الإسلام. ما قبل الإسلام. وهذه طبعا هذه قصر الخيضر الدليل على ذلك مصطفى جواد يقول بأنه لا توجد هناك عمارة مشابهة للعرب مثلا يعني كقصر الخيضر. فلهذا يعزو بناء هذا القصر إلى الفترة الساسانية. وهناك من يذكر بأنه لو كان الساسانيون كانوا يبنون في المناطق المأهولة. ومن يقول أن قصر الخيضر هو ليس كان منطقة مأهولة. يعني عندنا مثلا على سبيل المثال طه باقر يذكر بأن نهر الفرات كان يسير بالقرب من يعني قصر الخيضر. كانت هناك يعني أجواء مهيئة للسكن وهذا القصر لا يمكن أن يكون يعني مروره وجريانه بهاي المناطق نفسها اللي احنا بيها. في يعني ظهر بحيرة الرزازة. طه باقر يعني منقب مشهور ومحلل للنصوص يعتمد عليه حتى بالغرب يعتمد عليه يدرس كتبه في العراق وفي مصر وفي أمريكا. يعني طه باقر من فطاحلة الآثار. فلهذا يقول يعني مثلا على سبيل المثال كنيسة القصير لا يمكن أن تبنى كنيسة في الصحراء. الآن في الصحراء هي. كيف يعني إنسان متبرع يبني مسجدا على سبيل المثال في منطقة صحراوية؟ من يأتي لهذا المسجد؟ أكيد منطقة مأهولة بالسكان. فكنيسة القصير وقصر الخيضر والدليل على ذلك المكتشفات الأثرية. وهذا يجرنا إلى سؤال دكتور. الصور الجوية تظهر بأن يعني مثلا كنيسة القصير مساحة السكن هي تعبر الشارع العام وتتجه إلى الجهة المقابلة من كنيسة القصير من قصر الخيضر. وكذلك كنيسة القصير بني سور كنيسة القصير بشكل يتلاعب مع يعني مسار الأبنية. كنيسة القصير بنيت بعد أن بنيت المدينة القصير نقدر نسميها. فسور كنيسة القصير بني بشكل غير مستقيم يعني تحاشى بانية سور تهديم الأبنية. فجاء السور غير مستقيم. فهذا يدلل على أن هناك كانت مدينة قبل أن تبنى الكنيسة وجاء شخص ما وجاء المسيحيين النساطرة وبنوا هذه الكنيسة. ذكرت المقتنيات، شنو المقتنيات؟ الأثرية. المقتنيات الأثرية الصلبان مثلا يعني بشكل كبير جدا الصلبان المسيحي. الجثث بأواني خزفية. جثث قديمة بأواني خزفية. الصليب المسيحي ليش؟ لأنه دائما هذا الصليب كان يوضع كشاهد لقبر مثلا معين. كما نحن المسلمين يعني نسجل بعض الآيات القرآنية على مثلا شواهد القبور. المسيحيين كانوا كذلك يضعون الصليب على القبر. فلهذا الصليب هذا طبعا هو ليس رسما وإنما نحتن يعني نحتوه بالحجر أو بالحجر المتوفر يعني في تلك المنطقة ينحتوه ويلونوه ويدخلوه يعني يصير كأنه مزجج. فالصلبان وأواني خزفية. أواني خزفية وعندنا أواني زجاجية. كان الزجاج يعني مشهور صناعته في من المقتنيات هم موجودة حلي ذهبية. حلي ذهبية. وأيضا من المقتنيات التي كشفت في مدينة كربلاء وتعود إلى عصر قبل الإسلام في مدينة تعطيش عبارة عن جرار كبيرة. هذه الجرار مكونة من قطعتين كان يوضع بها جسد الميت ومن ثم تغلق هذه الجرة. كان طريقة الدفن لديهم يعني قبل الإسلام، نعم، كأنه في العصر الفرسي أو ما شابه ذلك بفترة قبل الإسلام، نعم. فلهذا كانوا يعملون يعني طريقة الدفن بهذا الشكل، يعني وضعية القرفصاء، يضعون الميت مو طولا وإنما وضعية القرفصاء لأواني قذفية، نعم، جعل اليدين، نعم، على، نعم، الصدر والرجلين، الركبة تثنى على الركبة، وكانت طريقة الدفن بهذا الشكل. فكربلاء يعني مثلا لدينا على سبيل المثال في مثلا قلعة بردويل وقصر مقاتل وقصر شمعون، يعني الكثير من عقر والعينوة، نعم، أذني القرى التي كانت هي مجموعة تابعة إلى يعني إلى بابل، هي القرى المحيطة ببابل. بابل وإحنا محور حلقتنا بابل نعم، بابل كانت أساس غذائها ويعني مستلزمات يعني الزراعية، نعم، هي من كربلاء، من يعني قرى كربلاء، لأنه كربلاء مثل ما قلنا احنا نهر الفرات كان في كربلاء، وأرض كربلاء سبحان الله منذ ذلك اليوم هي خصبة، نعم، وبها ميزات متعددة. يعني النباتات التي يعني تزرع في كربلاء تختلف عن النباتات التي تزرع في محافظة أخرى، تمام. فكربلاء بها هذه الميزة سبحان الله منذ القدم. فكانت بابل حسب دراسة يعني عدة بهذا الخصوص، تمام. كربلاء كانت تشكل قرى كربلاء، هذه القرى كور بابل أو قرى كربلاء، القرى المحيطة ببابل، القرى، نعم، المحيطة. كانت كربلاء هي جزء، وإلا بابل يعني حدودها الإدارية خلينا نقول هي حتى الفلوجة، فلوجة، نعم، كانت تابعة إلى بابل. فكيف لا تكون قرى كربلاء هي تابعة إلى يعني بابل؟ وطبعا يعني كربلاء بها من كانت يعني موجودة من الحضارة شيء كثير، نعم، يعني سكانها بالإضافة قلنا مرتكز الحضارة، نرجع، نعم، إلى، نعم، بالإضافة إلى يعني بالإضافة إلى خلينا نقول احنا الزراعة كانت في كربلاء بطبيعة الحال، يعني اكو صناعة وكانت التجارة مزدهرة خاصة التجارة البحرية. فنحن يعني لا نتكلم يعني جذافا بأنه وإنما استنادا إلى مصادر، يعني مثلا الأستاذ الدكتور أحمد سوسة، الأستاذ طه باقر، غيرهم من المصادر تاريخية، غيرهم من العلماء، يعني مصطفى جواد، غيرهم من العلماء. ويعني أنا قرأت إشارة عن كربلاء في كتاب يعني طه باقر الجزء الأول. طبعا الجزء الأول هو يعني يدرس في الجامعات. دكتور لو سمحت لي، هذا جرنال سؤال إلى المصادر التاريخية، نعم، أريد تذكرين المصادر التاريخية، نعم، عن سبب تسمية كربلاء. نعم، طبعا المصادر التاريخية أغلبها يعني موجودة باللغة المسمارية، نعم، يعني مثلا يجدون نصا معينا فيه مثلا كربيلة، منو اللي حل الجفرة مال اللغة المسمارية؟ طبعا اكو مختصين، يعني اولهم هو كان يعني من قدماء الباحثين العراقيين، نعم، لو من الغرب. والله الغرب هم اقدم من العراقيين في تحليل النصوص، نعم، بس عندنا دكتور، نعم، عراقي. تعلموا تحليل النصوص من خلال بعض النصوص المترجمة مثلا بالفارسية وبالعربية وبالساسانية. مثلا بالفارسية هذا لحد الآن لغة متداولة، نعم، فعن طريق هذا الترجمة دكتور طه باقر مو اللي حل الجفرة؟ دكتور طه باقر هو قبله بكثير، كان الغربيين قد حلوا، نعم، نصوص، نعم، الخط المسماري، نعم، قبله بكثير يعني، نعم. فلهذا كانوا ضالعين في عندما كانت الآثار المكتشفة يعني تصير مناصفة بين الدولة التي تنقب عن آثار والعراق. الغربيين كانوا يعرفون قيمة هذا الأثر، نعم، لأنهم يعرفون الترجمة، نعم، يعني هذا في ثلاثينيات القرن الماضي كانوا يعرفون الترجمة. هل هذه مثلا يعني مقطوعة من مثلا من ملحمة جلجامش، هل هذا قانون، هل هذا ناحية اقتصادية؟ نعم، هل هذا نعم كلام عادي عابر؟ دكتور هذا يجرنا إلى سؤال آخر. نعم. هل هناك اهتمام من مديرية الآثار، من الدولة، من المؤسسات شبه الرسمية اللي تعتني بهذا الشأن؟ تذكرت خان العطيشي. نعم. يعني أنا أيام زمان تلال مهملة، وهسه قلت أثر أكو بتلهيش مقتنيات. شنو سبب هذا الإهمال؟ طبعا بالنسبة يعني الثقافة يحتاج الكربلائيون والمسؤولين يحتاجون إلى ثقافة يعني حضارية، حضارة. نعم نعم. يعني مثلا كنيسة تقصير نقبت بها لموسم أو موسمين وترك العمل. لا نستطيع أن نعرف مثلا، وتسمية على سبيل المثال تقريبات مع ذلك فادتنا بأنه لا يمكن أن نطلق عليها كنيسة. نعم. وإنما نطلق عليها دير، لأن الكنيسة هي عبارة عن بناء واحد، والدير عبارة عن مجموعة من الأبنية الدينية. واكتشفت في يعني كنيسة القصير. نعم. اكتشف هناك كنيسة أخرى، الكنيسة غير ظاهرة بالقرب منها، يعني ملاصقة لها. نعم. غير ظاهرة يعني للعيان بشكل هذا، لكن تقريبات من خلال حفريات أثبتت. فنحن نحتاج إلى ثقافة. يعني هذه المنطقة التي ندرس بها نحن اليوم هي يعني قضية نادرة. يعني الكهوف لا تظهر مثلا، يعني الأردن لديهم مثلا في البتراء. نعم. يعني مجموعة كهوف مسوي مقابر، مسوي كذا، يعني معلم سياحي، يعني معلم حتى سياحي البلد يستفاد منه، إليه ملايين الزوار سنويا. نعم نعم. فهذه الكهوف، يعني معلم حضاري. أنا أفتخر عندما يأتي زائر، ضيف، أستاذ كذا، آتي به إلى كهوف الطار، حتى قد يعني نمنع أحيانا من الدخول إلى هذه المنطقة. دكتور، من خلال هذا البرنامج نوصل صوتنا للمسؤولين، لذوي الشأن، على الاهتمام بآثار كربلاء. نعم. ونشكرك على إطراءك الجميل، وكفيت ووفيت بهاي المعلومات الغزيرة. شكرا دكتور. الله يسلمكم والله يحفظكم إن شاء الله. ها هنا في كربلاء أشرقت شمس الإباء، وهنا التاريخ أرسى معلما فيه العطاء. نستنتج من خلال تسمية كربلاء أن هاي الأرض مقدسة، وسكنها النصارى والدهاقين، وأقيم عليها معبد، وأحيطت بعدة معابد تقام فيها الصلاة، ودفن فيها جثث الموتى كما ذكرنا بأواني خزفية. وبنهاية حلقتنا نستودعكم الله، وإلى اللقاء في حلقات أخرى إن شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله للجميع سيدنا. طبعا مشروع الزواج عباس مشروع مهم، قضيه مهمه في حياه الانسان، بس كل انسان يتحمل مسؤوليه هذا المشروع. ان شاء الله احنا قد المسؤوليه. موفق ان شاء الله. اشكرك سيدنا، رحم الله يديك، زحمتك انا. الله يخليك، يعطيك الخير ان شاء الله. اي اجى هذا السيد خلى حرجه بسؤال وداء خفيف. السلام عليكم. وعليكم السلام مولانا. شلونك سيد؟ سيدنا عندي سؤال بلا زحمه. خدمتكم. اي والله رحم الله والديك. سيدنا هو عن الخمر ولو سؤال محرج. هاي راد لها قاعده مو مالنا. اي العفو، تفضل تفضل استريح. هذا شي يريد من السيد، وهو سوالفه كلها تعبانه. لازم احذر السيد على مود بعد ما يوقف وياه. الله يقول بالقران عن الخمر فاجتنبوه. زين. يعني هسه هذا حلال حرام شو تقول انت؟ طبعا هي قضية فاجتنبوه. فنسولف أول شيء عن فاجتنبوه قبل ما نسولف عن قضية الحرام. هاي الكلمة الناس متصورتها هي كلمة بسيطة في قضية حرمة الخمر. طبعا هاي الكلمة معناها شنو؟ معناها الانفصال والابتعاد وعدم الاقتراب من هذا الفعل. وهاي الكلمة أبلغ وأشد وأقطع وآكد في الحرمة من كلمة حرام. والناس تتصورها هاي القضية بسيطة. فهاي طلعت الكلمة أبلغ من كلمة ما لو قال مثلا حرام، هذا الفعل حرام. لا، هاي آكد قضية، يعني كأنما هاي تحمل الحرمة مع الزيادة. الزيادة هي عدم الاقتراب من هذا الفعل، عدم الاتصال به، الابتعاد عنه. يعني سيدنا وين قال حرام في الموضوع؟ أنا أقول لك وين قال حرام. طبعا وهاي كلمة فاجتنبوه أيضا تستعمل بالقرآن في القضايا اللي هي محرمة بشدة، يعني اللي حرمتها شديدة. أكو آية بالقرآن شو تقول؟ تقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان، والأوثان هي الأصنام، يعني الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا ذنب عظيم، ولذلك استخدموا إياه هذه الكلمة فاجتنبوا. بالخمر أيضا استعمل هذه الكلمة فاجتنبوا. أما قضية الحرمة مالتها، إذا نريد نعرف حرمة هذا الخمر، حرمة الخمر وين ذكرت بالقرآن؟ اكو فد حادثة تاريخية. هذه الحادثة التاريخية هي عبارة عن محاورة. المحاورة جرت بين الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وأحد الخلفاء العباسيين اللي هو المهدي العباسي. أيضا سأل نفس هذا السؤال، سأل الإمام قال له حرمة الخمر موجودة في القرآن؟ فالإمام جاوبه قال له بلى، موجودة في كتاب الله. هنا الإمام استشهد بآيتين، يعني استعمل آيتين في إثبات قضية حرمة الخمر بالقرآن. الآية الأولى اللي ذكرها الإمام، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي. يعني شنو؟ يعني الفواحش محرمة من خلال هذه الآية، حرم الفواحش والإثم والبغي. الآية الثانية اللي يستشهد بها الإمام، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم. الآية الأولى ثبتنا أنه الإثم من الأمور المحرمة، محرمة. الآية الثانية يسألونك عن الخمر، الخمر منين؟ من الإثم. فإذا الخمر محرم لو ما محرم، صار محرم. يعني وكأنما الآية ايش قالت بعبارة بسيطة وواضحة وسهلة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، ومن أمثلة الإثم الخمر. ولذلك الإمام عليه السلام قال تكملة هذه الرواية، مضمون الرواية، وأما الإثم فإنها الخمرة بعينها. الإمام هكذا عبر. ولذلك هذا الخليفة العباسي قال والله إن هذه فتوة، أو هذه فتوة هاشمية. فقضية حرمة الخمر مولانا موجودة بالقرآن، فما نجيب شيء احنا من جيوبنا، لا، القرآن وروايات أهل البيت عليهم السلام. عاشت ايديكم خدمتكم، نزحمناكم، وأنا أترخص من عندكم، رحم الله والديك، الله يبارك فيكم، نشوفكم بخير إن شاء الله، الله يحفظكم. أهلا وسهلا. أهلا بالسيد. سيد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. خدمتك. طبعا شفتك واقف ويا مهند، وأنت مهند عند سوالف رواية، لا 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 خلي قاطعك بهاي القضية. ما يجوز هتك حرمة المؤمن، دير بالك من هاي القضية. هو قبل فترة سوى موقف انا كنت ما يخالف، هاي انت هيك حالة راح تدخلنا بيمن، راح تدخلنا بالغيبة، والغيبة من الامور المحرمة. لا هو طبعا ذاك اليوم ما يخالف. بس شوف، بس خلي افهمك عباس قضية. تمام. مهند وغير مهند، اذا مو اني وانت نحتويهم ونفهمهم بالدين وبالطريقة الصحيحة، ولا راح يتعدون. صح صح، ما يخالف. الإنسان قد تصدر من عنده بعض الأخطاء، الله سبحانه وتعالى يسامح. فبالتالي هذا مسؤوليتنا مهمة، لازم نقربه ونحتويه أكثر. طبعا الصراحة يعني خلينا نكون صريح معك، إنه هاي الفكرة أصلا مو ببالي، وأنا جدا أشكرك. بارك الله فيك. زحمتك أنا. الله يخليك. الله إن شاء الله. الله يسلمك. الله يخليك.